كلاكيت تاني مرة. أهلا بيكم. إيه كلاكيت تاني مرة دي؟ أنا سجلت من يومين كده وبعدين قلت يعني بروفة كويسة مش بطالة، ركنية هبة ونبدأ حاجة تانية. إيه اللي بنبدأه؟ بنبدأ حاجة أنا يعني في لحظة كده كنا قاعدين نفكر فسميتها اللحظة الطويلة، اللي هي الأيام اللي أنا عشتها من بدءا من 28 يناير سنة 1954، يعني يبقى تقفلنا لسبعين إن شاء الله. إزاي ما عرفش، بس دي أرادة ربنا. مش أنا بس، كل الناس بتحس إن بالموت قريب وإنها هتموت صغيرة وبتاع حاجات زي كده، وتقول عمري يمشي ولا يعني فكرة إن أنا أكتب يعني أو أقول يعني بعض من أيامي أو حاجات اللي أنا شفتها في الحياة أو اللي هي شافتني في الحياة ما كانتش واردة عندي خالص إطلاقا. يعني عمري ما فكرت في الحكاية دي إلا في السنتين الأخرانيتين. ما حسيتش إن حياتي فيها حاجة ممكن تبقى ذات أهمية، وأنا شاب ما طبعا ما حسيت يعني ما كنتش أفكر خالص في الحكاية دي. لكن حصل إنه بدأ ناس زمايلي صحفيين يقولوا لي ما تقول أنت بتحكي، ما تحكي الحكاية، ما تحكي، ما تقول من الأول الحكاية من أصلها إيه. جه أحمد عبد العزيز صاحب شركة إنتاج إذاعية طلب مني سنة أظن 2008 أو 2009، 2008 أو 2009، طلب مني إن أنا أعمل حلقات في شهر رمضان. فقلت له طيب ماشي حاضر، إيه يعني؟ قال لي خمس دقايق كده. قلت له يعني إيه يعني نعمل إيه؟ قال لي مش عارف، عارف مش عارف، لغاية ما رسي بينا الحال. قلت له طيب سيبني أفكر. ففكرت كده، قلت له أنا هحكي أنا في باب الخلق وحياتي وكده. قال لي حلوة، ونعمل برنامج اسمه باب الخلق. فقال لي ماشي، عملنا برنامج إذاعي اسمه باب الخلق. وبعدين قعدت برضو كانت هبة معايا، فقلت لها هبة نعمل ايه؟ انا دلوقتي احكي قصة حياتي من بداية مشواري من باب الخلق لغاية ما وصلت لنا فيه ده. فقلت لي ماشي. وبعدين بدأت احكي، فحسيت انه الحكي انا لوحدي مش هيبقى فيه حاجة، انما اضم الاماكن اللي انا بروحها. فانا حكيت باب الخلق، فاطمه النبويه الصغيره وفاطمه النبويه الكبيره في الدرب الاحمر، وبروح الحسين طبعا. فحكيت ايه قصه سيدنا الحسين والحكايات والبتاع والكربلاء وكل ده. وبعدين بروح الازهر، حكيت حاجات عن الازهر وحكيت عن الشيخ صالح الجعفري وحكيت عن البتاع، والثلاثين حلقه خلصوا وانا لسه قد كده. لسه كنت في مثلا في سنه رابعه ابتدائي او مثلا اولى اعدادي. وكان مرضتهم حلو وانا حبيتهم بصراحه. وخلاص سكتنا وانتهينا. لكن بدات ناس اليومين دول معرفش ليه السنتين دول يقولوا لي ايه اعملها يعني اعمل كده. طب انا اعمل ايه يعني؟ ايه اللي في حياتي لي يعني لي حاجه؟ لكن لما الواحد بيفكر وبيقرا اكتر بيكتشف ان كل حياه فيها حاجه. مش ضروري يبقى اللي بيكتب يعني. انا بتجيلي احيانا مذكرات اشخاص معمول كتب، الاشخاص مش معروفين يعني مش من الشخصيات المعروفه، وبتقرا بتلاقي حاجه جميله جدا، بتلاقي فيها حاجه. يعني انا لسه جايلي مذكرات جورج اورويل بيعمل حاجه غريبه جدا، مع انه مات عنده حاجه 40 سنه، الا انه بيعمل حاجه غريبه جدا. كل يوم يقعد يكتب، حتى الطقس، حتى الشجره اللي ازهرت وعم طلع فيها ثمار، حتى الشط فيه ايه، حتى فضل طول عمره يكتب الحكايه دي. فطبعا خدوا الحاجات دي اللي فضل منها وعملوها عشرات المذكرات للراجل. لما تيجي تقراها تلاقيها جميله جدا، رغم انه بيكتب عن الطقس او بيوصف الاوضه اللي كان فيها في المستشفى، كان السرير عامل ازاي والترابيزه عامله ازاي. تقوم انت تعيش في خيال، حاجه في منتهى الجمال، مع انه هو مولود اظن سنه 1903 حاجه زي كده، ومتوفى سنه 1950، يعني ما هوش بعيد قوي. يعني هو مات وانا اتولدت بعديه باربع سنين. ففعلا في حياه كل واحد فينا حكايات وقصص. يعني انا مثلا وانا صغير افتكر مثلا طقس كان عندي ستي كبيره. انا ابدا من هنا يعني، نبدا من باب الخلق. هو ده اللي انا وعيت عليه. انا وعيت في حياتي ما شفتش احنا كنا ساكنين في الحلميه،
ما شفتش السكن ده خالص، انا شفت باب الخلة. ما وعيش على اي حاجة خالص غير بشقتنا، بيتنا، بيت العيلة في باب الخلة، ومدرستي في درب سعادة. وبعدين اتنقلت المنيرة وانا في سنة رابعة ابتدائي، لكن فضلت مرتبط بباب الخلة. نبدأ من جامع الازهر، نبدأ بدايات مختلفة جدا ومشيت تاني. فانا هقول لكم هنعمل ايه، مش هنحكي بالتفصيل، انما هنحكي شويه صور. يعني هحكي صور الولد اللي كان بيلبس المريالة اللي هي كانوا بيسموها ايه، نوعها ايه، هقول لك انا، تيل ناديه، بيش كده، ويجيبوا لنا، افتكر طبعا ده اللي هي ايه، اللي هو بكره بدايه المدرسه، جزمة جديدة ليها ريحة كده، والشنطة ليها ريحة طبعا مخصوصة، الجلد بتاع الشنطة، كنا نسمي الشنطة جلد، ما مسكناش كيش قماش، ولو ان يعني مش عيب ان الواحد يمسك كيس قماش، مش مهم خالص، المهم يروح يتعلم ايا كان. وعلى فكرة في ناس كانوا ماسكين كيس قماش، وفي ناس كانوا بيروحوا المدرسة من غير شبشب ويضربوهم عشان يلبسوا الشبشب، وطلعوا ناس في منتهى العظمة، وطلعوا بيعلموا ناس. يعني طول هم عندهم علم يعلم الناس، فالمساله ملهاش علاقه باللبس، بس ذكرياتنا. شنطه كده جلد لازم تبقى بني، معرفش ليه ما جابولناش مره شنطه سودا، لازم تبقى بني، مع ان الجزمه كانت في الغالب مره سودا ومره بني، والشراب الابيض الجميل دوت، ونلبس بقى اول يوم في المدرسه، كانت بتبقى حاجات لطيفه جدا جدا. انا فاكر مدرسه درب سعاده، وفاكر انه كانت المدرسه أبلة بسيمة، النظرة كان اسمها زينب سرور في مدرسة درب سعادة، والمدرسة بتاعتي كان اسمها أبلة وسيمة، وكانت ساكنة في البيت بتاعنا فوق السطوح. يعني احنا عندنا أول دور احنا ساكنين فيه شقتين، احنا قدامنا الأستاذ المستشار خليل الحداية الله يرحمه، وفوقينا في ناس، وفوق الناس ناس، وبعدين السطوح فيه شقتين صغيرين كده. فكانت أبلة زينب سرور دي ساكنة، زينب سرور دي النظرة، أبلة بسيمة هي المدرسة. فاكر شكلها أنا كويس، كانت شعرها أصفر شوية كده، وكانت ست قصيرة شوية كده، وكانت ست جميلة جدا. دول ما يعني خرجنا من المدرسة، العربيات اللي هي كانت بتبيع الدوم، وفي الشتاء حمص الشام والحاجات دي، فاكر الحاجات دي كويس. فإيه رأيكم نعمل مشاهد؟ يعني ازاي الواد ده، الطفل ده اللي هو ما فيش اي حاجه بتميزه اطلاقا، لا عمري اشتغلت، لا عمري مثلا انضميت لفرقه تمثيل ولا تدبير ولا مسكت اله موسيقى ولا مفيش اي حاجه خالص، يعني اقل من العادي بكتير جدا. ليه زمايل اشتغلوا صوروا ان مدرسه درب سعاده كان فيها اولا يوم الاثنين والخميس بيجي لنا اكل، ويبدو ان انا كنت طالب لطيف يعني، لكنه ساعات انا كنت اقوم اوزع الاكل، ما اعرفش ازاي كانت بتحصل الحكايه دي، مش فاكرها، بس فاكر انه كانوا بيقوم انا اخد الصاجات كده فيها العيش، جميل جدا، فرحت جدا لقيت ناس بتعمله دلوقتي، بتعمل حاجه شبهه بتاع رغيف كده تخين كده من فوق محمر جدا، شكله جميل جدا، وجبنا نستو، جبنا الصفرة دي، جبنا حتة خرط كده، بسكوت حلو جدا، ده اللي انا فاكره. وزعوا علينا يوم اتنين ويوم خميس، كان يبقى يوم عندنا حفلة في المدرسة ان احنا نتوزع على جماعة، ان احنا كنا من اسر كويسة يعني عندنا اكل، لكن اكل المدرسة كان ليه طعم ثاني. وبعدين عندنا اوضة مزيكا، مدرسة درب سعادة، اوضة زراعة، معمل. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هو كده كانوا موجودين، المدارس دي لسه موجوده، المباني لسه موجوده. ازاي يعني كانوا مزيك؟ في كانت ولاد بتتعلم مزيك، وولاد بنات بتخش حصه التدبير، وفي مدرسه وفي زراعه كمان على فكره، كان في يوم للزراعه، ده بالاضافه للالعاب اللي هي التربيه الرياضيه، المدرس كان بيضربنا عشان نعمل سني ومادي وحاجات زي كده. وفي ملعب في المدرسه، حوش كبير،
يعني في ايام يعملوا فيه بطولات وبتاع حاجات زي كده ويحطوا شبك وحوش كبير، ما اعرفش ايه اللي حصل. الناس بتتقدم ولا يعني مش عارف ايه الوكسه اللي احنا وصلنا لها دي. مدرسه ضرب سعاده ليه ما كانش فيها مصاريف تقريبا؟ مدارس حكومه، ازاي المدارس كان فيها الحاجات دي ودلوقتي ما يعني الحاجات دي بقت لو قلت عليها الناس تضحك عليك. لو قلت عايزين نعلم الولد مزيكا ولا عايزين نعلمهم حاجه ولا، وكان في دروس دين طبعا كانوا بيعملوا الحركه اللي هي بقى المسيحي يخرج. كان عندنا اظن ولد او اتنين يخرجوا ويعملوا الحصة الدين. ايه رايكم خلاص اتفقنا نعمل شويه صور؟ ازاي الولد ده بقى اللي كان بيروح المدرسه كده بيمشي في شويه حواري وكانش في اي، ازاي قدر الحياه توديه السكه دي؟ يعني مش عارف، يعني ما عنديش اي سبب اقدر اوصل بيه الحكايه دي، بس يعني من مذكراتي وانا طفل هحاول استدعي كده شويه ايام. يعني افتكر انه كان بيتنا 3 شارع الاستئناف، احنا ساكنين في الدور الاولاني، وتحتينا كان في راجل محامي لطيف قوي مش قادر افتكر اسمه، افتكر اسمه فيما بعد. يعني كان تحتينا في الدور الارضي في راجل محامي يمكن نسيم يمكن حاجه زي كده مش قادر افتكر اسمه، واللي يعرفه كلهم ماتوا. يمكن ليلى خالتي تفتكر. كان في البيت مع فاطمة وماما نينا. ماما نينا دي ام ماما فاطمة اللي هي جدة امي. وانا وامي واخواتي وخالي رأفت وخالي حسن. وانا طفل صغير كده وعند 3 سنين فاكر كان ابي احمد، ابي احمد ده جوز ستي. لو حكيت لكم الحكايه دي هتهوكوا، بس ايه هنمشي بيها في خطوه خطوه عشان ستي فاطمه دي اتجوزت مرتين. اتجوزت مره واحد اسمه الشربيني وخلفت منه 2 امي ورافض، وبعدين انفصلت عنه واتجوزت احمد حسن ده كان صحفي كبير وعمل اشتغل كان شغال مع روزا اليوسف، وهم اللي عملوا مع بعض مع روزا اليوسف. وعشان كده امي لما احتاجت تشتغل اشتغلت في روزا اليوسف، شغلها جوز امها اللي هو نقول عليه ابي احمد، مش اللي بيغني في الراديو، مش الفيلم بتاع حليم حافظ. ابي احمد ده كان صحفي، افتكره كان يقعد كده عنده اوضه اللي قعد فيها بعد كده حسن وبتاع، اوضه فيها شيزلونج زمان ويقعد يقرا عليه، لان انا مش معي ما يعني لو عليه كان عيان. وبعدين توفى اظن سنه 57 58 حاجه زي كده. لكن في بقى ماما نينا دي ست قويه جدا، وانا فاكر كانت اليوم اللي ماتت فيه ازاي فاكره هي؟ لا فاكره طبعا لان انا كنت كبير. كانت ماتت تقريبا سنه 63 64 اعتقد 64 يمكن 63، لانه انا فاكر ان احنا لما رحنا المنيره بعد هي ما ماتت بشهور كان عم كمال بيشغل انت عمري، كانت لسه طالعه جديده، فهي تقريبا ماتت 63 يعني كان عندي 9 سنين. ففاكر اليوم ده كانت عندي خالتي منيرة في شارع محمد علي بعيد كده، وبعدين ركبوها تاكسي وهي هتلف بالتاكسي كده، لكن احنا هنخترق الشارع من جوه انا وابن خالتي، خدناها جري وسبقنا التاكسي وصلنا، ونازله هي متانتكه ولابسه حلو وبتاع حاجات زي كده اسود في اسود. ليه بقى منيره دي ماما نينا دي لبست اسود في اسود قبل ما نوصل يوم وفاتها؟ يعني انا وعليها فاكرها كانت تبعتني لعم عبد الحميد اللي هو البقال، مش البقال، الراجل بتاع السجاير وملبس الشوكولاته والحاجات دي جنب البقال اللي هو عم محمد علي احمد علي حاجه زي كده يمكن علي، ده اللي هو بيبيع لنا الحلاوه والجبنه نروح نشتري منه ربع جبنه ونص حلاوه وحاجات زي كده، ما كانش لسه لا في سوبر ماركت ولا كلام من ده. عبد الحميد ده بيبيع السجاير فرد، يعني عايز تشتري علبه كويس، انما في كرتون كده محطوط فيه السجاير الوينجز فرت والبليمونت فرت والكليوباترا، وكان في بحاري ومش عارف ايه، دي كانت العلب ما تتباعش فرت. فكنت اروح اجيب لهم اللي هي تحب الملبس تقول لي هات الملبس بنفسجي. انا فاكر
كنت اروح اجيبه لها، وطبعا ما فيش مانع ان انا لازم اخد واحده في الاخر يعني، ده يبقى خبر كويس. خالتك بقى ماما نينا دي كان عندها ثلاث عيال، فاطمه وكامل ومنير. كامل ده كان عازف قانون كبير جدا، يعني عازف زي اي حد من الكبار قوي دول، زي محمد عبد الصالح كده. كانت امي حتى تقول لي ان هو كان يعني ايده اقوى شويه من محمد عبد الصالح. وليه قصه بقى وحكايات وتاريخ وبتاع يعني، مش دخلكم فيها دي، انما هو مات صغير. فخالتك ماما نينا بقى عملت لنا حزن، فضلت حزينه كده لغايه ما هي ماتت، لحقته بعد ما مات مثلا ب 16 سنه. فانا كنت صغير كده وافتح دولاب ماما نينا او يفتحوه شوفه، هو ظرفتين يعني، مش دولاب كبير، ظرفتين كده، ظرف فيها ارفف وظرف فيها الشماعات، كله سود، كل الحاجات الموجوده سودة، لكن فوق كده فيه حاجات ملونه، انا مش فاهم ايه ده، يعني الوان اصفر واحمر واخضر وبعدين معرفش ازاي فهمت انه قالوا لي يعني ده الكفن. كفن مين؟ كفن ماما نينا. ماما نينا ما قاعده ايه؟ ليه يجي الكفن؟ اتاري ماما نينا كانت حاطه الكفن بتاعها، ورغم ان البيت كله اسود، ستاير وفرش وكله عامله اسود من ساعه ما كامل مات، الا انه حط الكفن بتاعها احمر واخضر واصفر 9 تضرب يعني 9 لفات. طب ليه كده؟ اتاري في حكايه كانت بتحصل زمان، معرفش لسه الناس بتتابع الحكايه دي ولا لا، يعني احنا بنتابعها مع بعض الناس يعني، بنتابعها كويس، اللي هي لما الواحد اتاري الموت لما بيحصل، بيحصل فجاه غالبا يعني، او احيانا. فالفجاه دي عايزه ايه؟ عايزه كفن، وعايزه مغسله او مغسل يعني، وعايزه خشب وعنوتي يعني، وعايزه هنفتح التربه، اتاري في ميزانيه. طبعا انت ممكن تقول لي الارقام دي كلها كانت العمليه كلها تكلف 7 جنيه، بس ده رقم كبير يعني، رقم كبير في الخمسينات، كان رقم كبير ولازم يكون موجود. فاتاري يوم زمان كانوا بيعملوا حاجه رائعه، اظن في بعض الناس لسه بتعمل، ان لما تحصل حاله وفاه بصرف النظر انت وضعك ايه، الا اذا كنت راجل غني قوي بقى، ده موضوع تاني، انما انت طالما شبهنا يعني في الطبقه بتاعتنا، تلاقي ده دخل ب 5 جنيه، ده دخل ب 10 جنيه، ده جاب كل فلوسه اللي شايلها عشان هيحجج امه، لكن علي فندي مات، فيروح واخد الفلوس دي مديها لام علي فندي، لاخو علي فندي، ما ترفضهاش، تاخدها. تخلص الليله الناس بقى اللي يعني ظروفها كويسه تروح مرجع لك الفلوس زي ما هي، هي هي يعني زي ما هي، تقول لك متشكرين قوي. الناس اللي بتضطر تستخدمها بترجع ترجعها تاني، وفي ناس تدي ما ترجعش يعني، لما يكون اخ، اما يكون بتاع هو قريب بيدفعوا، لكن لازم الحكايه دي، ودي حكايه في غايه الاهميه. في الريف بقى بيعملوا حاجه انح، يعملوا ده ويقعدوا اظن 3 ايام او اسبوع يطبخوا، كل بيت يطبخ يوم. وكان عندنا حاجه ما اعرفش لسه الناس بتعملها ولا لا، يعني امي عملتها، اللي هي الخميسه يعني لغايه الاربعين بنفضل نعمل خميس وخميس، وبعدين في خميس ما بيطرحش، خميس ما بيطلعش. يوم صاحبه امي فلانه تقول لها الخميس ده عندي، والتانيه تقول الخميس ده عندي، والتالته تقول الخميس ده عندي، وهكذا يعني. ثم بقى العاده اللي كانت برضه غريبه قوي، انه الميت هو نازل، كان زمان بقى غير دلوقتي، كان الميت يخرج غالبا من البيت، فيخرجوا الخشبه تبقى تحت، شفنا بقى 100,000 خشبه، يروحوا جايبين خروف او عجل، الناس اللي معاهم فلوس يذبحوه تحت الخشبه، لابد يذبح تحت الخشبه يعني، هما بيشيلوا الميت كده المتوفى كده ويخرجوا من البيت، يروحوا ذابحين البتاع ده ويتفرق كله او يتاكل كله، لابد كده. فانا فاكر المشهد ده ما انساهوش ابدا، وبيحيط بيه ده مشهد خاص لكنه عام يعني، لكنه عام في ايه؟ فانه هي مش مفكره بحاجه خالص يعني، مفيش حاجه في الدنيا دي شغلها خالص غير ان هي مجهزه الكفن بتاعها، والحكايه بالنسبه لها يعني تموت في اي وقت وتمشي وخلاص، يبقى الحكايه تمام. فدي قصه تخص ماما نينا، لكن تخص المجتمع اللي كان موجود. ما فاطمه ما حدش يجيب لها سيره الكفن ابدا. كانت تخاف جدا من الموت، لكن يوم ما ماتت
قالت لها كوثر، قالت لها يا ماما، قالت لها انا مش خايفه. والله ده حصل، قالت لها انا مش خايفه من اي حاجه، مش خايفه خالص. في باب الخلق في 3 شارع الاستنا شفت حاجات كتير جدا، حاجات حلوه وما شفتش الحاجات الوحشه. الحاجات الوحشه اللي حصلت لنا كاسره حصلت لنا لما بعدين لما رحنا المنيره في لقطات كده، صور الواحد لما بيفكرها كده يفتكر. لما كنا احنا ساكنين في المنيره، فلما كنا في الصيف امي هتعمل فينا ايه؟ العيال عايز يقعوا في الشوارع، عايزين يروحوا باب الخلق، باب الخلق، تقوم تاخدنا كلنا تودينا باب الخلق، وهي يعني تركب بقى الاتوبيس 88 ياخدها من قدام مديريه الامن يوديها عند روز اليوسف، بعدين ترجع الظهر تاني، وبعدين ترجع تنزل بعد الظهر تاني. بس كانت الحكايه دي بتاخدش وقت يعني، كانت الدنيا مختلفه خالص. فده كان شغل امي، بتشتغل الصبح وبتشتغل بعد الظهر، تقوم تاخدنا تودينا باب الخلق، تقول تخلص من هنا. قعدنا مع ستي في البيت بقى اللي هو الدقيق ده الزحمه ده، بس كان رافض مشي. وكانت سويري برضو اتجوزت، وكانت عزه اتجوزت. البيت انا نسيت اقول لكم البيت في مين. ماما نينا قبل ما تموت، وبعدين بابا احمد، وبعدين ماما فاطمه، وبعدين حسن، وبعدين رأفت، وبعدين كوثر، وبعدين سهير، وبعدين صلاح، وبعدين عزه، وبعدين ليلى، وبعدين محمد واحمد ومحمود وموني، يعني عد زي ما انت عايز. بعد شويه كل حد بيتجوز وبيمشي. فكانت امي تاخد العفش، صدق كانت ناسيها قوي، تقوم تاخد ايه بقى الصالون. لا احنا كان عندنا صالون وقعاد، فهتاخد اوضه القعاد اللي هي مفروشه في الصاله، مع ان الصاله كانت صغيره كده، ما اعرفش ازاي كانت فرشه فيها بتاع كبير كده. وتروح تغير النظام خالص عند ستي، تقلب البيت وتسجاجيد وسجاجيد وحاجات ودلوح وحاجات زي كده، وتفرش شقه ماما فاطمه الثلاث اشهر اللي احنا قاعدينها. ونقعد بقى احنا بقى قاعدين، احنا بقى قاعدين ايه اصحابنا تحت في الشارع، يعني قاعدين في الشارع عشان كده بيبقوا مطمنين. بعد شويه واخواتي دخلوا الجيش بتاع، فدي من المشاهد اللي ما انساهاش ابدا، لانها كانت بالنسبه لنا بهجه جامده جدا ان احنا هننقل العفش نوديه باب الخلق عند ماما فاطمه، ونروح نقعد عند ماما فاطمه. طبعا الدنيا عند ماما فاطمه بقى يعني اخر حلاوه، تقريبا قعدت في الشارع، لان الشارع كله والحواري اللي جنبه بيقولوا ماما فاطمه، مش الحاجه فلانه ولا بتاع، بيقولوا ماما فاطمه، وهي كلها بامهم كلهم. الحاجات بقى اللي شفناها في المنيره كانت حاجات مختلفه، انا ما اقدرش اقول حاجات تخصني، مفيش حاجه تخصني خالص، تخصنا كاسره، لان انا ما احتكتش خالص بالمنيره، انا كنت ساكن فيها بس ما احتكتش بيها. لما رحنا المنيره حصلت حاجات مع ابويا كانت مش حاجات مش كويسه، دي شفناها في المنيره. انما باب الخلق قالوا لنا ان انتوا كنتوا ساكنين في الحلميه واحنا صغيرين، يعني اول ما ابويا اتجوز، ويعني امي وابويا اتجوزوا كانوا ساكنين في الحلميه، والعماره اللي كانوا ساكنين فيها كانت امي تقول لي، امي دي كانت تقول لي الكلام ده، كان ساكن فيها 2 فنانين كبار قوي، علي اسماعيل ومحمد عبد المطلب. معنى كده ان هي كان بيت كويس، لان ابويا كان ظروفه كويسه. وبعدين ايه اللي حصل؟ ما اعرفش ايه اللي حصل، المهم ان هم اتطلقوا، ولا هو اتجوز عليها، مشوا راحوا قعدوا في باب الخلق. يعني ما اعرفش ليه، وما اعرفش، انا ما عنديش اجابه الحقيقه، يعني ما اعرفش هي ليه سابت شقتها في الحلميه ورجعت عند ماما فاطمه، ما عنديش فكره. بس فاكر ان وانا صغير يبدو ان ده عقب ان ابويا اتجوز، فحد نصحها، يمكن ابو الادريه وابو العزيزه بقى اصحابها، ويرمي له العيال هيرجع. فراحت خدتنا ورحنا في بيت كان متجوز في بيت جدتي، في بيت شقه عماره قدام مستشفى احمد ماهر حاليا، يعني كان كده البيت موجود لسه. فاتجوز عند ستي، فدخلنا احنا الاربعه، ما اعرفش ازاي يعني، احنا انا فاكر نفسي في البيت، شفت شايف الصوره، ما انا بديكوا صور، شايف نفسي في الصوره. ودخلنا الاوضه اللي هي ان في اليمين كده، وبعدين نايمونا تحت السرير، مش عارف ليه تحت السرير، مع الاوضه واسعه. يعني مش عارف فاهم ايه الفكره ان احنا الاربعه نمنا تحت السرير، يعني مش قادر افتكر، يعني مش قادر افهم، يعني ليه الاوضه كبيره على فكره، يعني اوضه فيها دولاب كبير وسرير كبير وكل حاجه، مش عارف ليه نايمونا تحت السرير.
والساعة بالليل واحنا نايمين لقينا اصوات وحاجات زي كده. وجت امي قالت له انا هتهدني عيالي، ما استحملتش ليله واحده. كوثر انهارت بعد 3-4 ساعات ويعني كنسلت كل الكلام اللي قالوه لاصحابها وما قدرتش تستحمل. وعشان كده ابويا جوز وجوز 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 وانطلق بعد كده، انطلق في حالات كتيره. فيعني هنقول لكم صور كده وحكايات. انا مش عايز ابقى قاسي على ابويا ابدا، لان ما اقدرش ابقى كده ولا احب اعمل كده، لكن انا بحكي عشان خاطر الناس تعرف، الناس ما بتنساش، وان الحاجات دي لازم نبقى ناخد بالنا منها كويس قوي قوي، عشان دي اخطاء ما بتتعالجش، واخطاء في منتهى القسوه. وانا اقول لكم بصراحه، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده بس عشان هرتب الحاجات، ان دي من الحاجات اللي الواحد اكتشفها وهو كبير مش هو صغير، انه قد كده هو خسر حاجات كتيره جدا. فدي مش اللي انا حكيته، مش لحظه من اللحظات الطويله، دي صور من اللحظات الطويله، لان الحياه مهما طالت بتخلص، ومهما طالت بتبقى لحظه، يعني تفتح عينك وتغمض عينك وانتهت القصه. لكن ما بين انك تفتح عينك وتغمض عينك في مشوار طويل هنتجول.